السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اسود الزمالك ودي اخبار الزمالك، وانا منجا ابو شيكا الزملكاوي. بس قبل ما نبدأ يلا بينا نصلي على النبي، ولو عجبتكم الفقرة ادعموا مجهودنا. عاش الزمالك وجمهوره العظيم. الزمالك يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة الداخلية في الدوري. من المقرر أن تقام مباراة الزمالك أمام الداخلية يوم الاثنين 22 يوليو في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر والسعودية. أحمد سالم المتحدث الرسمي: الشائعات التي واجهها النادي شبيهة بسيناريوهات الدراما، والبعض يؤلف أحداثا من وحي خياله. لا صحة لمناقشة جوميز في تجديد تعاقده، والعقد ينص على تجديده بشكل تلقائي حالة تتويج بالكونفدرالية، وهو ما حدث بالفعل. لم يتم مناقشة عرض اللاعب سيف الدين الجزيري للبيع من قريب أو بعيد، وكل ما يتم تداوله عبارة عن شائعات. كذلك يوسف أوباما، فلم يحدد جوميز حتى الآن اللاعبين الراحلين عن الفريق أو الصفقات الجديدة. محمد حامد مدرب بروكسي: في وجود طارق إحيى عبر مداخلة هاتفية، دخلت مباراة الزمالك بدون تكافؤ فرص. أنا من شهرين ونص لم ألعب مباراة رسمية، وأرسلت لاتحاد الكرة مرة واثنين لتحديد موعد اللقاء، وخاطبونا بالتأجيل لأجل غير مسمى. في 10 لاعبين رحلوا، وأضاف: أنا شاركت لاعبين مواليد 2006 والمباراة كانت صعبة، وبجهز من 15 يوم للمباراة، وطلبنا تأجيل المباراة لشهر سبتمبر المقبل، وقلنا ذنبنا إيه واللاعب فريق كبير وسعر لاعب عنده بفريق كله، ومحدش رد عليا. الحاجة الأصعب إن دونجا اتقال إنه مش موجود وموقوف بسبب مباراة نهائي الكاس بين الزمالك والاهلي، واتفاجئت انه بيلعب ليرد مهيب عبد الهادي. هذا كلام غير صحيح، ومفيش اي عقوبه رسميه صدرت ضد دونجا او شيكابالا، وعاد محمد حامد. يبقى دي كارثه اكبر، كلنا شفنا اللي حصل امام الجميع في مباراه نهائي الكاس بين الزمالك والاهلي من دونجا وشيكابالا. وهنا تدخل طارق يحيى: ما تبوظش الدنيا، احنا بنتكلم عليك كويس، انت صعبان علينا، ما جددتش الفريق بتاعك، لكن ملكش علاقة. لاعب توقف ولا تتكلم على الزمالك، اتكلم على ظروفك انت واللي حصل. منتهى التخبط من اتحاد الكرة، فريق قعد شهرين ونص وجبته يلعب مباراة بدون فتح القيد، وما حدث انتحار، وفي ظل الظروف الصعبة عملت مباراة جيدة. واختتم محمد حامد: ببارك للزمالك على المكسب، وانا زملكاوي اصلا، بس بدافع عن حقي، وفي نقطتين اخطر من بعض. فريق قعد من شهرين ومباراة الزمالك والاهلي، شفت ان كل البرامج اتكلمت على ايقاف لاعبين في الزمالك واشتغلت على ده، اتفاجئ بمشاركتهم. انا ما بعلقش شماعات، ورفضنا نقدم اعتذار عن المباراة. ابراهيم عبد الجواد الاستاذ عمرو ادهم عضو مجلس ادارة نادي الزمالك تحدث عن انتهاء قضية خالد بوطيب، واتكلم بمنتهى الاخلاق: ودي حاجة عمرنا ما كنا بنشوفها في الزمالك في الفترات السابقة. لو كان ده حصل كنت هتلاقي الحديدة اتمسكت وجمهور الزمالك حرفيا بيتزل، ان في قضية اتحلت. المجلس الحالي ورث تركة تقيلة بالديون والقضايا والفضايح، وبيحل قضايا بمنتهى السلاسة وبدون شو. ومش انا حسين لبيب، وانا اللي عملت، وانا اللي بنيت، وانا المجلس ده مش قضيته هو، مستلمها كده ومفيش شو ولا من ولا فضل على جمهور الزمالك، انما بيقولوا واجب علينا واحنا خدامين الزمالك، واصبح هناك اخلاقيات وتواجد اشخاص عارفين قدر الزمالك. أحمد عبد الحليم نجم الزمالك السابق: أحمد فتوح لاعب كبير ومؤثر، وسيكون له أدوار مميزة خلال المباريات القادمة. التمس الأعذار للبرتغالي جوميز بخصوص التعديلات المستمرة بتشكيلة الفريق، ربما يقوم بإعداد بعض اللاعبين وإبراز عدد من الناشئين رغم تذبذب النتائج مع إجراء تلك التعديلات. وأضاف: حدث هبوط مفاجئ بالمستوى عقب التقدم بالنتيجة مع الشوط الأول، وهو ما أنتج عنه تسجيل بروكسي لهدفين وأتم، لكن تم تدارك الأخطاء بالشوط الثاني، وسيطر الأبيض على مجريات الأمور ونجح في الفوز بخماسية. كريم ذكري نجم الزمالك السابق: الأبيض أظهر من البداية رغبته القوية بالتتويج بلقب كأس مصر عقب الفوز بخماسية. ركلة جزاء بروكسي كانت نقطة تحول بالشوط الأول، وألوم يوسف أوباما على التهور بدون داع بلقطة ركلة الجزاء، وتابع رغم سعادتي البالغة بهدفه وغياب الجمهور كان مؤثر على المباراة، لأنهم دائما اللاعب رقم واحد للزمالك. واختتم جوميز: يفاجئنا دائما بالدفع بالشباب مع اللاعبين الذين لا يشاركون بشكل أساسي، مما يضعهم تحت ضغوط كبيرة. رضا عبد العال: بروكسي أحرج الزمالك رغم الفوارق الفنية الكبيرة بين الفريقين، ولولا تألق محمد صبحي بالشوط الأول بتصديه للكثير من الفرص الخطيرة لتغيرت النتيجة. ورغم انتقادي الشديد لأسوريو بسبب طريقة لعبه الغير منطقية، إلا أن أداء الأبيض تحت قيادته أفضل من جوميز. أكد مسؤول اتحاد الكرة أن مشاركة نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك أمام بروكسي في بطولة كأس مصر صحيحة، وذلك بعد تصريحات محمد حامد المدير الفني لبروكسي.
سابين عابد لاعبة فريق الكرة الطائرة سيدات بالزمالك: تلقيت عروض من السعودية ومن أندية من مصر، لكن أنا أرغب في الاستمرار في نادي الزمالك ولن أرحل. أطمح في المستقبل أن أخوض تجربة احترافية قوية، ولكني الآن مستمر مع نادي الزمالك ولن أرحل. أتمنى استمرار المسيرة الناجحة مع الزمالك وأن أساهم في تحقيق المزيد من البطولات. مهيب عبد الهادي إسحاق يعقوب لاعب البنك الأهلي قريب جدا من الزمالك، وينتهي تعاقد يعقوب مع البنك الأهلي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له الانتقال مجانا لأي ناد بداية من الموسم المقبل. إيهاب الكومي بصفته إعلامي: هناك انقسام داخل إدارة نادي الزمالك حول مستقبل جوزيه جوميز. البعض يرى أن جوميز لم يضيف جديد في الزمالك، وأن ما قدمه حتى الآن لا يرتقي باسم نادي الزمالك، باستثناء حصوله على الكونفدرالية والتي كانت بطولة سهلة نسبيا نظرا لخروج كل الفرق القوية. الطرف المؤيد وهي الجبهة التي يتزعمها رئيس النادي الكابتن حسين لبيب، الجبهة المتمسكة باستمرار جوميز، ترى أن جوميز قد تعامل مع القائمة المتاحة بشكل جيد، ومع التدعيمات الجديدة سوف يحدث تغييرا أفضل للفريق في الموسم القادم. باستثناء الجزيري والمسلوسي، جوميز يستغنى عن المحترفين في الزمالك ويطلب التعاقد مع 3 صفقات سوبر. إيهاب الكومي: الأهلي عرض إبرام صفقة تبادلية مع الإسماعيلي للحصول على خدمات اللاعب عمر الساعي، والإسماعيلي يدرس الأمر لتحقيق أكبر استفادة، والإسماعيلي طلب الحصول على خدمات ثنائي من الأهلي إلى جانب مبلغ مالي للموافقة على رحيل اللاعب للأهلي، ومن الوارد جدا أن نرى اللاعب بقميص الأهلي في الموسم القادم إذا نجحت مفاوضات الأهلي مع الإسماعيلي، على الرغم من كل الأخبار التي تتحدث عن انتقال اللاعب للزمالك. بس كده، هذه كل الأخبار اللي كانت معنا النهاردة عن نادي الزمالك. أتمنى الفقرة تكون خفيفة على قلبكم. ادعمونا بلايك الفيديو، سبسكرايب للقناة، ومتشكرين جدا على دعمكم. لو عندكم أي ملحوظة سيبوها لنا في التعليقات. سلام.